واقع في نزاله الاول محمد علي عمر، اول نزال احترافي ليه في مواجهه احمد سعد. رقم 668 زياد عنده او قاد نزالين فاز بواحد وعنده خسارة واحدة، احمد صالح عنده فوزين وخسارة. بداياته احترافية في 2020 زياد محمود 28/2/2020 كان فاز على عاطف محمد أو عاطف محمود عفوا، وفي سبتمبر 2020 خسر من عمر زكريا. أحمد صالح أول نزال خاضه في 2020 كان في نوفمبر فبراير عفوا 2020 وفاز على أحمد الهادي. نزاله الثاني في نوفمبر 2020 فاز على عاطف محمود. شهر فبراير 2021 زال في وزن خفيف الثقيل اعزائي المشاهدين في اللايت هافي ويت، ست جولات نزال من ست جولات. راوند 1 والاستعداد للجوله الاولى. زياد في الركن الاحمر، احمد صالح في الركن الازرق. البدايه وتبي اللكمات المستقيمه من احمد صالح. زياد هنا 1-2 حلوه، والهوك رايت ممتاز من زياد. بداية هجومية من زياد محمود مرة تانية، ولكن خروج حلو من احمد صالح. حاول مرة تانية الهجوم، ولكن لكمات السوينج او الرايت هوك من زياد بتكون قوية، طالعة بقوة وزن الجسم، ولكن شوف أحمد صالح خبرة أكتر، خبرة أكتر. ملاكم أحمد صالح وتصنيفه الخامس على مصر في وزن خفيف التقيل أو في وزن اللايت هيفي ويت، مصنف رقم 5 على مصر طبعا، المصنف الاول في على مستوى مصر او من الملاكمين المصريين هو الملاكم احمد البيلي. ملاكم احمد البيلي طبعا اللي بيعيش في ميامي في الولايات المتحده الامريكيه، واحد من الملاكمين يعني اللي رافعين اسم مصر في الولايات المتحده الامريكيه. عنده 20 فايت، فاز في 20 فايت 17 منهم بالضربه القاضيه، وكان عنده خساره واحده فقط امام الملاكم العالمي بطل العالم جون باسكال.
هنا يمين حلوه من احمد صالح، وصلنا في رقم 2 على مستوى مصر في هذا الوزن اعزائي المشاهدين، هو محمد جمال. مصنف رقم 3 عمر زكريا، وزياد هو مصنف رقم 4، واحمد صالح مصنف رقم 5. اذا مواجهه هنا ما بين مصنف رقم 4 ومصنف رقم 5 على مستوى مصر في وزن خفيف التقيل. حلو، مجموعه لكمه حلوه مع المشي من زياد. تمويهات هنا من زياد، حلو اللكمات البادي شوت، ولكن رد سريع من زياد على لكمات احمد صالح البادي شوت. محاوله مره ثانيه هجوميا هو الافضل الى الان زياد محمود، ولكن تاثير اللكمات والكاونتر اتاك هو الافضل احمد صالح. هنا لكمه قويه من صالح، اللكمات العشوائية يمكن أن تسبب ضربة قاضية، هنشوف، ويمكن إن احنا نشوف ضربة قاضية في النزال، هنشوف. نهاية الجولة الأولى. استعد لانطلاق الجولة الثانية، جولة أولى كانت متكافئة بين الملاكمين أحمد صالح وزياد محمود. شوف الجولة الثانية والبدايات، محاولة هجومية هنا من زياد لكن رد من أحمد صالح، لكمات الطويلة يمكن أن تكون مفتاح لأحمد صالح في الفوز بالنزال. هنشوف بيعمل لكمات قصيرة، هوك وسوينج حلو زياد، يعني لو صحت واحدة منهم يمكن أن تكون هي الضربة القاضية. هنشوف لكمات قوية، ولكن أحمد صالح هنا خروج من اللكمات، بداية تنفس بصعوبة من الملاكمين، وهنا يمين حلوة مع دخول زياد أثرت عليه. شوف بس، أشوف الذكاء بيتحرك عشان يبعد أحمد صالح عنه، ولكن لكمة هنا شمال، محاولة من أحمد صالح، لكمات عشوائية من زياد. يعني هنا احمد صالح ممكن يحط 1 2 ويعمل فقط باك ستيب ويرد بلكمه فرديه مره ثانيه، ولكن الدخول لهذه المعارك يمكن ان تصيب بضربه قاضيه. بادي شوت حلوه، ابر كات يمين بادي شوت من صالح، بادي شوت مره ثانيه بنفس الطريقه. بدا يتعب زياد، بام لكمات قويه، ولكن عنده تحمل قوي هذا الملاكم، عنده تحمل قوي. شوف لكمات القوية هنا من صالح مرة ثانية، المحاولات مستمرة، القوة هنا من أحمد صالح، بدأت اللكمات تأثر في زياد. بادي شوت حلو مرة ثانية، بادي شوت من أحمد صالح، اعتقد يمكن ان هو يخلص، ممكن يخلص. حلوه وشمال وراها اعلى، بوم 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 بوم، هيخلص صالح ولا ايه؟ هنشوف، ولكن تحمل قوي من زياد، الاثنين تعبوا. مره ثانيه اللكمات العشوائيه اللي يمكن تحمل موجود، ولكن
التحمل الدوري التنفسي مش موجود عند الملاكمين. بداية تعب من الجولة الثانية. لكمة مركزة يمكن أن تنهي النزال. هنشوف من ستكون له الأسبقية بلكمة مؤثرة. لكمة واحدة مؤثرة يمكن أنها تخلص سواء لأحمد صالح أو لزياد. بداية تعب بداية تنفس بصعوبة للملاكمين مع نهاية الجولة الثانية. بداية الجولة الثالثة ولكمات قوية وبداية هجومية من زياد اللي بيحط لكمات أقوى هنا بتأثر على أحمد صالح اللي بيعمل دفاعات بالجزع حلوة بيعدي بيها القوة الهجومية لزياد. مرة ثانية حوالات هجومية من زياد. فايتر ملاكم فايتر ملاكم قوي احمد صالح ملاكم عنده تركيز اعلى ولكن مع اللياقه البدنيه ويعني نزول اللياقه البدنيه والاستامنه بتاثر على اي ملاكم مهما يكون عنده الدقه والقوه. هنا بدايه هجوميه ايجابيه من زياد سلبيه في الدفاع من احمد صالح اللي بيرد بلكمتين الان. محاولات هنا والخروج من الحصار من على الكورنر ولكن تعب صالح. الجولة الثانية يمكن أن توضع لأحمد صالح جولة ثالثة للآن. الأداء أفضل لزياد مع التعب اللي فيه أحمد صالح. هنا لكمة سوينج قوية من زياد اللي ممكن يخلص بلكمة إن جت لكمة من لكمات السوينج اللي بيعملها زياد ممكن تخلص الفايت. لكن أحمد صالح تحمل عالي عنده خبرة كبيرة اللاعب. هنا محاولات باللكمات السوينج ولكن أحمد صالح لكماته يعني فيها دقة أكتر من زياد عنده دقة أكتر. الاستامنة مش موجودة الاستامنة مش موجودة ولكن يعني أتذكر زياد محمود تعب. أحمد صالح في المحاولات هنا مرة تانية 1-2 قوية ولكن رد يأتي بسرعة من زياد. تعب صالح طبعا يعني الملاكمين الان بيستنوا جرس الجوله. قويه البادي شوت مره ثانيه البادي شوت قويه من زياد. تمات طويله مع لكمه يمين حلوه وقويه مره ثانيه من زياد محمود. بدا يتعب احمد صالح. لكمات العشوائيه اللي بتمر يعني بتنقص من الاستامنه للملاكم.
نهاية الجولة الثالثة. تبدأ جولة رابعة. ثلاث جولات مروا. يعني لو بالحسابات كده حسابات الشخصية جولتين لجولة لصالح زياد. هنشوف أحمد صالح في الجولة الرابعة هيعمل إيه، هنشوف. تمويهات هنا. مجموعة اللكمات السوينج القوية، اللكمات لو فيها تركيز 1% من زياد يمكن أن يفوز بالضربة دي، ولكن هنا عملية ماسك من صالح. تعب أحمد صالح، تنفس بصعوبة من الملاكمين بصراحة الاثنين. بادي شوت، ولكن في انزلاق هنا بسبب المايه الموجوده على الحلبه. بادي شوت مره ثانيه، قوه لكمات هنا من زياد. محاولات هنا من زياد محمود، ولكن الدفاع حلو بالجزع من احمد صالح. مرة ثانية هنا لكمة قوية. لكمة قوية مرة ثانية هنا من احمد صالح، دفاع من زياد. لكمات الجاب من احمد صالح بتبعد زياد عن الدخول لعمل لكمات السوينج القويه. عنده لكمات سوينج قويه ولكن بدون تركيز. تعب الاثنين. اثنين ملاكمين تعبوا. حاولات هنا وتراقب من الملاكمين هنا هوك، لكن في الهواء يعدي من زياد. مرة ثانية لكمات ستريت، لكمات الجاب من أحمد صالح. تمويهات هنا باللكمة الجاب من أحمد صالح، يستنى يمين، عايز يحط يمين قوية، لكن تعبوا الملاكمين، تعبوا بصراحة الاثنين تعبوا. حاولة مرة ثانية من زياد محمود، لكمات قوية من بتوصل لكمة قوية هنا من زياد بمجموعة لكمة قصيرة حلوة من زياد، ونهاية الجولة.
احمد صالح زياد محمود. تفوق لاحمد صالح في اول جوله، جوله اولى وثانيه. زياد محمود جولتين متفوق في الجوله الثانيه والرابعه. المحاولات هنا من زياد ونحمد صالح، بدايه عوده للياقه البدنيه مره ثانيه، ولكن لكمات سوينج حلو بدفاع حلو، بلوك ممتاز من احمد صالح بيعديها حلو. مره ثانيه محاوله هنا من زياد، توجيه لكمات قويه من زياد لاحمد صالح، ولكن زي ما احنا شايفين الاستامينا، الاستامينا هي المشكله. خلاص تعب احمد صلاح. حاول مره ثانيه جاب حلو مع خروج ولكمات عشوائيه ايضا من زياد، بيدور على لكمه تيجي تفك احمد صلاح، ولكن دفاع حلو من صالح وابر كات ممتاز من زياد مع الماسك. هنا تعبوا الملاكمين، تعبوا خلاص. هنا بدايه هجوميه من صالح، بداية هجومية هنا بمجموعة لكم مع المشي، تعبوا الاثنين. يلا صاحب النفس الطويل هو من سيمر بهذا النزال، هيمر بالفايت اللي عنده نفس اطول. هنشوف اللي عنده تحمل، اللي عنده ارادة يقف لاخر جولة، ولكن اللكمة المؤثرة هي اللي هتحدد سير النزال سواء في الجولة دي او اللي بعدها. هنشوف هنا بلكمات قوية، لكمات طويلة من صالح مع دخول زياد. قوة اللكمات من احمد صالح في الكاونتر اتاك ممتازة، ونهاية جولة خمسة. بدا يحط الاكمه ويتحرك بشكل جيد زياد في محاوله هجوميه مره ثانيه، محاولات هجوميه قويه من زياد محمود اللي بيدور على اللكمه القويه، اللكمه سوينج، لكن لحد دلوقتي احمد صالح مش مديله فرصه. حلوه اللكمه طويله ممتازه، ها
حاولت مرة تانية هنا لكمات الجاب الاستباقية هنا من أحمد صالح. لكمة بلكمة مرة تانية بيدور زياد كالعادة على اللكمة الهوك، اللكمة القوية، لكن أحمد صالح هنا كاونتر أتاك ممتاز، يعني برغم التعب بيعمل كاونتر أتاك حلو، لكن الاستامنة 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 اللياقة البدنية هي من يعني نراها في هذه المباراة أو في هذا النزال. الجولة الأخيرة نزال قوي بين أحمد صالح وزياد محمود، قوة النزال هنا، ولكن زي ما قلنا اللياقة البدنية هي المشكلة لدى الملاكمين. ونهاية الجولة ونهاية النزال الآن، أحمد صالح في نزال قوي، نزال رائع، ولكن ينقصه اللياقة البدنية كما تحدثنا من البداية. انتظر النتيجة. أحمد صالح وزياد محمود زياد محمود هو الفائز بالنزال. Split decision.
بتقاسم النتيجه.